أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز سؤال الخطيب وهو يخطب في خطبة الجمعة؟ سؤال سؤال علمي ما في بس، أما سؤالها عن غير العلم من أمور الدنيا فهذا لا يجوز إلا عند الضرورة، مثل قصة الذي طلب من الرسول السقيا الدعاء، ضرورة، نعم، شيء ضروري، نعم. إذا كنت تريد أن تكون على مذهب السلف تعلم مذهب السلف، إذا كنت تريد أن تكون على مذهب السلف تعلم مذهب السلف.